احنا شوف تكون مبادره في صالح الجزائر في صالح الخدمه العامه للجزائر وفي صالح ترطيب حقوق الانسان بصفه عامه واحترام حقوق الانسان والحريات والديمقراطيه والتدخل على السلطه وتكون يعني يكون السلم في بلادنا احنا نرحبوا بها. ومستعد في مسألة تساهم معنا في المجتمع ان شاء الله. ان شاء الله في اذا كان يعني اتجاه قلت لك المصلحة تاع الجزائر احنا مستعدين. ان شاء الله.